يعتبر الرئيس جان بوكاسا أحد أكثر رؤساء أفريقيا ديكتاتورية وقسوة. أنفق خلال حفلة واحدة ما يقارب 25% من ميزانية بلده، وبسبب الحفل انهار الاقتصاد في جمهورية أفريقيا الوسطى التي كان يحكمها. ولد بوكاسا عام 1921 وانضم إلى جيش المستعمر الفرنسي بشبابه، وبعد خروج الفرنسيين من بلاده استمر بالجيش ووصل إلى رتبة عقيد حتى قاد انقلابا عسكريا واستولى على الحكم. حكم البلاد منذ العام 1966 وحتى العام 1976. عاش مواطنوه خلال حكمه كابوسا دمويا وعم الفساد جميع المؤسسات. فرض نفسه على مواطنيه بأن ينصبوه رئيسا عليهم مدى الحياة، ثم حول جمهورية أفريقيا الوسطى إلى إمبراطورية وجعل من نفسه إمبراطورا عليها رغم المعارضة الدولية له. كلف تاجه الإمبراطوري 5 ملايين دولار أمريكية، وأنفقت الدولة بحفل تتويجه إمبراطورا 20 مليون دولار، في الوقت الذي كان يعاني شعبه من الجوع والفقر والبطالة. من الأخبار المتداولة عنه أنه بلغ من الإجرام أكل لحوم معارضيه، وكان يحتفظ بتلك اللحوم بثلاجة خاصة. ومن أوجه الفساد في عهده أن إحدى زوجاته كانت تمتلك شركة ملابس وطلبت من الحكومة فرض زي رسمي على تلاميذ المدارس. كان الزي المدرسي مطرزا بصورة الديكتاتور. رفض التلاميذ الزي الجديد وخرجوا بمظاهرات ضد ارتدائه. كان اعتراضهم أنه باهظ الثمن، كما كانوا يعبرون عن معارضتهم للإمبراطور. لم يغفر للطلبة حداثة سنهم، فأمر بوكاسا باعتقال كل من شارك بالتظاهر، وتم إعدام 100 تلميذ بعضهم لم يبلغ 15 من عمره. وإمعانا بالإجرام نفذ بوكاسا بعض الإعدامات بنفسه ليجعل من الطلبة عبرة لغيرهم، لكن دماء التلاميذ كانت لعنة عليه دوليا ومحليا، وبدأ الجيش يتحرك لإسقاطه، وهو ما تم بدعم من الفرنسيين عام 1979. والغريب أن الفرنسيين استقبلوه بالمنفى في باريس وعاش في قصره هناك، وتمت محاكمته في بلده غيابيا وحكم بالإعدام، لكنه عاد عام 1986 إلى وطنه وتم تبرئته من جريمة أكل لحوم البشر، إلا أنه حكم بتهمة الخيانة العظمى والقتل وتم حكمه بالمؤبد. في عام 1993 أطلق سراحه وعاش حياة منعزلة في العاصمة بانغي، وتوفي عام 1996 وسط لعنات مواطنيه. شاركنا برأيك، ما هي العقوبة التي كانت يجب أن تنزل بالديكتاتور؟